نتواجد في معرض فلق، هذا المعرض الذي دشن منذ عام ويحتفظ بإرث كبير لمخرجات جمعية تحفيظ القرآن، 8000 أكثر من 8000 ما شاء الله، يعني حافظ بإذن الله تعالى على مستوى المنطقة، منطقة تبوك، وأكثر من 100 حافظ سنويا يعني يتم تخريجهم ما شاء الله تبارك الله، ليجدوا ما شاء الله يعني هذه حفظهم للقرآن، لكتاب الله تعالى. والحديث أكثر معنا الأستاذ أحمد العيسى. أستاذ أحمد حياك الله معنا بداية، ما هي محتويات هذا المعرض؟ حياك الله أستاذ فهد، أنت وزملائك الكرام. معرض فلق القرآني بتحفيظ تبوك، كانت الفكرة أن يكون الزائر الكريم يأخذ تجربة كاملة، فابتداء من الناس قبل البعثة كانوا يعبدون الشجر والحجر وكانوا في ظلمات إلى أن أتى وبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرج الناس من الظلمات إلى النور، ونزلت عليه أول كلمة في القرآن الكريم وهي اقرأ، وتدور عليها اليوم كل الثقافات وحضارات البلدان على هذه الكلمة، إلى أن مات النبي السلام، وثم أتى بعده أبو بكر وحفظ القرآن الكريم كتابة لكثرة قتل الصحابة في المعارك، فجمعه بين لوحين، ثم بعد ذلك أتى عثمان بن عفان جمع هذه النسخ ونشرها بين الناس، وهذه هي النسخ الموجودة على مدى العصور إلى أن وصلت إلى آخر نسخة في للحرمين الشريفين القديمة قبل تقريبا 50 سنة. وأتى بعد ذلك قرار الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود في إنشاء مطبعة المصحف الشريف، إلى أن أتى النسخة اليوم اللي نراها مطورة ورقيا ورقميا على مستوى العالم كاملة موجودة. ودنا ويجرب كذلك الزائر الكريم كتابة كلمة من المصحف لو حبتك. دعنا بالنهاية، ولكن دعنا نكمل هنا مخرجات هذه الجمعية هنا. هذه لذلك العمل في العمل الخيري هو عمل تكاملي، بعد أن انتهوا من هذه النسخ، بعد ذلك تدور الجمعية في تعليم وتحفيظ كتاب الله عز وجل. الجمعية منذ أكثر من 37 سنة في تعليم كتاب الله عز وجل، عندنا 455 معلم ومعلمة، 8254 طالب وطالبة، نتوج سنويا 100 حافظ وحافظة، وكل من حولنا من المجتمع جعلوا لهم بصمة في تعليم كتاب الله عز وجل. وهذه مسيرة الجمعية في على مدى 37 سنة، الريادة في تعليم القرآن الكريم بأساليب مبتكرة. الجمعية اليوم تسعى أن تكون رائدة في هذا المجال، وتستطيع نقل هذه التجربة إلى أي جمعية أخرى ترغب بذلك. هذه كلمة خادم الحرمين الشريفين، وكذلك هذه صورة الأمير فهد بن سلطان. شكرا شكرا لك أستاذ أحمد، الله يعطيك. حياك الله، الله يسلمك، شكرا. إذن معنا أيضا الدكتور حسن بن رفاع مطيري، وهو يعني المشرف على الجمعية بشقها الإداري، راح يحدثنا أكثر عن الجمعية. أستاذ حسن حياك الله معنا، بداية كيف طرق دعم الجمعية الخير؟ أهلا ومرحبا بكم جميعا. الجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم مدينة تبوك هي إحدى الجمعيات الرائدة في هذا البلد المبارك، وهي أيضا تستقبل تبرعات المحسنين والراغبين في الخير من خلال قنوات عدة، من خلال الحسابات الموجودة الموثقة في البنوك المحلية عندنا، أو من خلال حسابات التواصل الإلكتروني، أو من خلال المتجر الإلكتروني للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة تبوك. يعني هناك نشاطات للجمعية ووقف آخر للجمعية، حدثنا عنها. الجمعية هو بحمد الله عز وجل فيها عدد من البرامج وحزمة كبيرة من البرامج تقدمها للمجتمع من خلال حلقات تحفيظ القرآن الكريم للبنين والبنات، وكذلك الجمعية لإتمام مسيرتها هي تعنى أيضا بالأوقاف، لأن هذه الأوقاف تمثل ريع لها. والآن الجمعية عاكفة على بناء وقف كامل للدورات القرآنية ملاصق لمبنى الجمعية الإداري، ونحن في هذه المناسبة يعني نستحث المحسنين المتبرعين للمساهمة في هذا المشروع الخير المبارك. في 30 ثانية، هناك متجر إلكتروني للتبرع؟
اي نعم، هناك متجر الكتروني للجمعيه في عدد من الباقات التي ممكن يطلع عليها المحسن المتبرع، من خلاله يستطيع ان يختار ما يريد، وقف للوالدين، وقف للاقارب، وقف او المساهمه في الاوقاف او تعليم القران الكريم. وانا احث الجميع حقيقه المساهمه في هذا الامر للمشاركه في الخيريه التي وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا لك دكتور. الله يعطيكم العافيه، اهلا ومرحبا. اذا ساره عبد الله، يعني زخم كبير، 37 سنه من المجهودات في تحفيظ كتاب الله تعالى، اليوم توجد امامنا في معرض فلق، امام متاحه امام الجميع منذ عام، ويعود لكم الصوت الصوره زملائي. شكرا جزيلا لك فهد الحمود، يعطيك الف عافيه. يعطيك العافيه فهد.